عليك يا وليدي. ها نحن ها وحنا تنمشيو نطلبوهم ورغبهم اللي راه الحزويته راه الضربته ها نهار هذوك راه غريبو ديك الضرب السيمانه تاعت شعبان ويطيح الفرق ويطيح الفرق. عند من كتجي تمشي؟ عند من كتجي تمشي تشكي؟ المركز 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 اولي. عند من عند من في المركز تمشي تشكي؟ عند مولاي حفيظ وعند القيحنيه التقنيه اللي عند من تتمشي ربيعه. واش كان الجواب ديالهم؟ لا لك بلاتي 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 تمشي نزوج لا نعرفني وعلى هاد المرة طلع مع الدروج قالت لها ديري شكاية على هاد المرة دير شكاية ومريضة بالقلب ومريضة في دوك الدروج دوكا ملي قلتها لي المولاي حد قال لك راه من دابا انا جوج سيمانة درت سميتو فين هي ملي لعبت هذيك الدرجة غات لهم ضرهم. دابا شنو كطلبوا من المسؤولين؟ ما عرفت اوليدي المسؤولين سيدي حتى تشوف الدار خاصة حنايا الجلل راه جوج تيار اللي ريبوا وحداهم راه جوج تيار دار عام عامين هذه مسكينة مولاتا مشات كاع حفوة تمايا ودار في شعبان بقى رمضان لا شي سيمانة باش رابت هذيك الدار اللي حداهم هاي جرت لهم أخرى. دابا مهمتي ما بقى عندك فين تباتي؟ فين بغات تباتي سيدي؟ فين بغات تباتي؟ بنتي بعيدة عليا حتى وليدي حوايجهم كلهم مشاو كل شي حيتهم مشاو والاختي مريضه اللي جبدوها من تحت الطراب مريضه مسكينه ساكره في درمي مينسا شكيت على هاد الصبه مرار وتكرار عامين ونص هادي وانا شاكي عليها ودير عليها الوراق وكلش مشيت لرياض الزيتون ما عطاوني وقت مشيت للبلديه ما عطاوني وقت مشيت للولايه ما عطاوني وقت مشيت ل كاع هذوك تاع المحكمات مشيت ليهم حتى واحد ما عطاني شي وقت على هذا الشيء. شنو هو نوع الضرر اللي عندك؟ عندي هذا السبب طيح لي على الجيران وعلى وليداتي وعندي الدراري صغار انا عندي ولاد ولادي ولاد بناتي وكل شيء ها هما وليدات ما خلينا فين جرينا وليدي وراه تقهرنا وشي نهار تحبط لينا على الاولاد كيما هذا الشيء راه تحت غادي تجر جوج ديور راه تجر لنا ثلاثه ديور هاكا اوراق كاوله اري اري دوك الوراق نوريهم لي ها ورينا الوثائق ها هما سيدي ها ها هذا السيده رئيسة المجلس الجماعي ورينا الشكاية الأخرى أنا مستنية فيهم وكل شيء هاد الشكايات كاع اللي فتو تقدمتو بهم الناس المسؤولين ما لقيتو حتى شي حل والو وقت ما مشينا تيقول لك تسناو وقت ما مشينا دينا هاد الشكايات تيقولنا تسناو 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 وحنا راه مضرورين بزاف فهاد الصابع هاد الديور تيطيح حدانا من هكا ومن هكا شي نهار طيح علينا على ولادنا وعلى عندنا الكري وعندنا كلشي وليداتنا صغار وراه شي راه ما بالا ربي ولا عبد راه تقهرنا من هاد الشيء. شنو كطالبي المسؤولين دابا؟ تنطالب من المسؤولين ومن جلالات الملك يشوفوا من حالنا من هاد الشيء راه بغا يطيح علينا هاد الشيء الله يرحم الوالدين.